وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا يارا العملي. يارا، ما تفاصيل عملية الطعن الأخيرة في القدس، وهل لك أن تضعينا في صورة التطورات بصفة عامة في الضفة الغربية؟ نعم سارة، هذه هي العملية الثانية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية اليوم. ففي العملية الأخيرة التي وقعت في مستوطنة أرمون هانتسيف المقام على أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس، فقد زعمت الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينيا نفذ عملية طعن أصاب فيها مستوطن في المنطقة، ومن ثم تم اعتقال الشاب بعد أن استعانت قوات الجيش الإسرائيلي بطائرة مروحية للبحث عنه في هذه المنطقة. إصابة المستوطن وصفت بالطفيفة أيضا في مدينة الخليل، وتحديدا في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف استهدفت أو وقعت عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من المستوطنين، أصاب فيها المنفذ مستوطنة وصفت إصابتها بالخطيرة والمتوسطة، ونقلت على إثرها إلى مستشفى شعريت صادق الإسرائيلي لتلقي العلاج. إذن عمليتان نفذتا اليوم في القدس والخليل، ولكن منفذ عملية الخليل تمكن من الانسحاب من المنطقة، ما دفع بقوات الجيش الإسرائيلي إلى إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة بحثا عن منفذ العملية، خاصة وأن بيان الشرطة الإسرائيلية أفاد أن الرصاص أطلق من أحد أسطح المنازل في المنطقة الفلسطينية. هذه هي تفاصيل العمليتين اللتان وقعتا اليوم في القدس وفي مدينة الخليل، ولكن أيضا مدينة بيت لحم شهدت اليوم مواجهات اندلعت، وتحديدا في مخيم دهيش اندلعت بين قوات الجيش الإسرائيلي والشبان هناك. هذه المواجهات أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي والعشرات بحالات الاختناق وإصابة واحدة بالرصاص المطاطي. سارة، شكرا جزيلا لك يارا العملة على جملة هذه التفاصيل، كنت معنا من رام الله.